إذا المشاهدي شفتي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من عاصمة الشرق مدينة وجدة. إذا حصل اليوم إلى كوفيد 19 خبر. أول حاجة كان واحد الخبر صار، المغرب ككل لم يسجل أي حالة وفاة، وهذه سابقة في المغرب الحمد لله منذ يعني ارتفاع عدد الحالات في المغرب. يعني كنا كنسجلوا 30 وفاة، 20 وفاة، 15، 20، 30، 40. لأول مرة المغرب ما كيتسجل حتى شي حالة ديال الوفاة، الحمد لله. يعني صراحة واحد الخبر اللي مفرح، لأنه دائما كي كتجي تشوف الحصيلة اليومية دائما كتشوف واحد العدد كبير ديال الحالات ديال الوفاة. صراحة واخا كيكون عدد حالات الشفاء مرتفع وعدد الإصابات منخفض، ولكن كتشوف وفيات صراحة ما كيعجبكش الحال، وما لأنهم ما كنبغيوش يعني كاع يكونوا عدد حالات الشفاء منخفضين كاع وعدد الإصابات مرتفعين وما يكونوش الوفيات. كتقول الحمد لله إن شاء الله هذوك غادي يتشافوا وترجع الأمور مزيانة، ولكن كتشوف انخفاض في عدد الحالات وارتفاع في عدد حالات الشفاء وكتلقى وفيات. صراحة كتديرونجا، واي مغربي راه ما، لانه علاش هذوك الناس اللي كيموتوا؟ يقدر يكون باك، يقدر يكون امك، تقدر تكون اختك، تقدر يكون ولد خالتك، يقدر يكون شي صاحبك، يكون شي 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 شي, شي واحد من جيرانكم، يكون مجموعه ديال ديال ديال, ديال, ديال الامور. اذا الحمد لله كنتمنوا انه ابتداء من هذا النهار هذا تمشي الامور هكا ان شاء الله، الى انه الموت بيد الله سبحانه وتعالى، وندعيو ونرفعوا ايدينا ونقولوا يا ربي ما الله يجعل هذا حد الباس ويكونوا الوفيات يعني قلال، ماشي قلال يعني ما كاينينش ان شاء الله، وعدد الاصابات ينخفض ونرجعوا ان شاء الله لصفر حاله وترجع الامور يعني احسن من نهار الاول ان شاء الله. دابا دزنا قريبه، دابا راه حنا في عام وشي حاجه ديال الحجر، ديال الحجر الصحي وديال كورونا. مدينه وجده الحمد لله عاوتاني كان هذا الخبر مفرح بالنسبه للمغاربه، انه ما تسجلات حتى كما نقولوا حنايا حالة الوفاة يعني ما كاينينش، ولكن مدينة وجدة كذلك بالنسبة للناس تاع مدينة وجدة المنطقة الشرقية، لا الجالية اللي على برا ولا اللي في مدينة وجدة، نحب نفرحكم أنه كاين في المدينة يلا تسجلت جوج تاع الحالات، وهذا واحد المؤشر إيجابي. صراحة كنفرح كي كنشوف أربعة ديال الحالات ولا زوج، وكنتمنى نتمنى نتمنى شي نهار إن شاء الله نشوف المدينة ديالي العزيزة والحبيبة وجميع المدن المغربية أنهم تسجل فيهم صفر حالة، لانه صراحه العذاب النفسي، خصوصا انه كاين واحد المؤشرات، واحد غير واحد فلاش ديال انه غادي يكون حجر صحي شامل في في في, في, في رمضان. هذا مقلق الناس، وخصوصا الناس تاع المقاهي والمطاعم اللي خصهم يخدموا، ولا جا الحجر صحي شامل راه غادي يتقطع الرزق ديالهم، و يعني الناس اذا تقطع الرزق ديالك راه كما كتعرفوا جميع المهنيين ديال هذا القطاع ديال المقاهي والمطاعم اللي ما غاديش يخدموا يعني النهار كامل بهذا المعنى هذا غادي يضروا بزاف، لانه هما اساسا مضرين، واساسا اللي جابوا الليل كياكلون، جابوا النهار كياكلوا في الليل وكياكلوا بواحد يعني ما كيقدوش، يعني بنادم عاد فيه كيتسلف. هذه مجموعه تاع الامور، الله يحسن العوان اي واحد بهذا المعنى هذا. اذا نتمنوا انه الحكومه المغربيه دير شي حل وسط مناسب باش هذوك المهنيين تاع هذا القطاع ما يضروش وما ياكلوش الدق بهذا المعنى هذا، لانه غادي تكون صراحه كارثه بجميع المقاييس، وهذه اللي ما بغيناهاش صراحة. اليوم كان عندنا واحد اللقاء مع رئيس الجمعية ديال أرباب المقاهي، صراحة قال لك عندنا مجموعة تاع الأمور، الناس باقية يلا كتخلص في الكريديات ديالهم، كتعرفوا لابريود اللي قطاع ديال المقاهي والمطاعم كان مشلول ما كانش خدام، الناس راه كان المحل ديالو كان اللي كريم محلات، المحل ديالو مسدود وهو كيخلص السومة ديال الكراء، يعني صعيبة، المحل ديالك مسدود وأنت كتخلص الكريا
وكتسنى واحد الوقيته اللي تجي باش تريكيبيري شويه. ودابا الناس خدامه غير على الكريديات ديالها وهذه بحال هكا تشيط له شي حاجه باش انه يعيش كما كنقولوا حنايا. وكان اللي يدخل كاع في راس المال، كان اللي راه ديبيتور، كان مجموعه تاع الامور. نتمنوا لهم ان شاء الله الخير، ونتمنوا ان شاء الله تكون الامور مزيانه وبخير وعلى خير ان شاء الله، باش ما من 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 كما نقولوا حنا ما تحطموش نفسك. ونتمنوا انه تزيدوا ديروا الاحتياطات ديالكم باش ان شاء الله نبقاو محافظين على هذه الوتيره، لانه كان مجموعه ديال الاصدقاء خدامين في لازونتي قالوا لي بلي كان شي ناس اللي راهم اللي كيموتوا هذوك كيبقاو في الدار حتى كتأزم الحاله ديالهم. قالوا اللي حس براسو فيه الكوفيد يمشي سير بلاص، غير تجيك الاعراض قبل ما تطيح في الفراش، غير تجيك الاعراض سير اخويا للسبيطار باش يلعبوا بك خفيف ويديروك التريتمون. بحيتاش الا خليت حتى الاله ديالك تأزمات وتقاطع فيك النفس وبقيت تسخاف وجاك الاعراض وما قادش تنوض، وهذه راه صعيبه بزاف. يعني الاغلبيه تاع الناس هادو راه كيمشيو للانعاش او بعد ما التنفس الاصطناعي، او بعد المرات الله يستر لا قدر الله كيتوفى. اذا تحيه طيبه وتبارك الله عليكم. الحصيله اليوميه لكوفيد 19 بمدينه وجده 2 تاع الحالات وصفر حاله وفاه. كذلك قلنا لكم الخبر المفرح ديال انه المغرب ككل سجل صفر حاله وفاه، يعني ما كان حتى شي حاله ديال الوفاه الحمد لله. تحيه طيبه وتبارك